وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتني عن الإقعاء بين السجدتين في الصلاة، نقول الإقعاء إقعاءان، الإقعاء إقعاءان، إقعاء منهي عنه وهو أن ينصب الرجل ساقيه وفخذيه فيلصقهما ببطنه وأن يجعل كفيه على الأرض، هو أن ينصب الرجل فخذيه وساقيه ويجعلهما إلى بطنه وأن يجعل كفيه على الأرض كما يفعل السبع وكما يفعل الكلب إلى غير ذلك من هذه السباع، فهذا إقعاء جاء النهي عنه. والإقعاء الثاني هو أن ينصب الرجل قدميه وأن يضع إليتيه على عقبيه، فهذا من السنة وقال به الشافعي كما نقله النووي في المجموع، وقال به أبو عمر بن الصلاح، وقال به البيهقي وهو رواية عن أحمد، وقال به الألباني رحمه الله، وقال به الشيخ بن باز رحمه الله، وأفتت به اللجنة الدائمة، وأفتت به اللجنة الدائمة. ودليله حديث ابن عباس عند أبي داود لما سئل عن الإقعاء على القدمين قال هي السنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه السنة ويفعل أحيانا، ويفعل أحيانا. الشيخ بن عثيمين كان يرى أنه منسوخ كما أن وذكر في ذلك ابن آثرا عن ابن مسعود أنه كان يطبق بين كفيه في الركوع ولا يجعلهما على ركبتيه، قال وهذا أيضا منسوخ. نقول والصواب أن الإقعاء هذا ليس بمنسوخ كما ذكرنا من أقوال السلف السابقين، رحمة الله على شيخنا جميعا صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تم تحرير صوتيا في ليلة الأحد بالتنعيم بمكة تشرفها الله لثلاث خلونا من جمادى الآخر العام 42 و400 ألف من نبي عليه الصلاة والسلام. أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.